من يعاني من كثرة المذي في اغلب الاوقات واحيانا اثناء الصلاة. نعم. يعاني من كثرة خروج المذي احيانا اوقات اثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ اذا كان بصفة دائمة ولا يستطيع منعه هذا حدث دائم، عليه انه يتوضأ عند الصلاة، يستنجي ويضع شيء على ذكره ويتوضأ ويصلي في الحال، ولا شيء عليه، ما يستطيع أكثر من ذلك. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يأتيه أحيانا وأحيانا ينقطع فإنه يجب عليه إذا خرج من شيء أن يعيد الوضوء، لأن هذا ما هو بدائم، فإذا خرج منه شيء يرجع ويستنجي ويتوضأ من جديد ويصلي. نعم.